أهلا، رجعت لكم من جديد وفيديو جديد. هالفيديو بيكون شوي مختلف بالقناة، بنزل لكم طريقة كيس الليمون اللذيذة. أول شيء نبدأ بالمكونات، بكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. ثاني شيء نبدأ نخلط الأشياء السائلة، بعدين الأشياء الجافة. خطوة مهمة قبل أن نحط الخليط في القالب، ندهن القالب بزيت ودقيق. وبكذا يكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تجربونها وارسلوا لي تطبيقاتكم على تويتر.